السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس. الدرس هو عبارة عن تعبئة بار ومستطيل بحيث يدل على الكمية الموجودة ضمن الخزان أو الكمية اللي لازم تصير عند الخزان أو مثل مبدأ حساس مستوى سائل معين ضمن خزان. نحتاج هالشي هذا بشكل عام ضمن أي مشروع. فراح نبلش بالمشروع هذا من خلال سيتكس اكسبلورر. راح نفتح مشروع جديد، راح نسميه مثلا example 2. اعتقد الشاشة 768. اوكي، طبعا المشروع هذا راح نشتغل به. ما راح نستخدم بيه الاكوابمنت. الاكوابمنت ممتازة جدا بالنسبة للمشاريع الاكبر من هاي. هاي عبارة عن بس مثال صغير. راح نبلش مباشرة بال ونفترض بالكوميونيكيشن. نضيف مضيف الكلوستر اوتوماتيكيا. نضيف رولز ادمنستريتر مضيوفة. فوت على اليوزرز، نضيف ادمن روم باسبور ادمنستريشن اد تاجز فاريبل تاجز كلوستر انترنال الاي او ديفايس. هسمي اول واحد ستارت. الادرس راح يكون دي واحد. الداتا تايب ديجيتال 01. هذا اول تاج. اد التاج الثاني راح يكون فل. بالنسبة لتاج ستوب، بالنسبة للموضوع هذا فينا نعمل، ما في حاجة له بشكل كبير يعني، بس فيك تحط انه تاج اضافي اللي هو ستوب، بس ما في له حاجة كبيرة بالنسبة لمشروعنا نحن الصغير هذا. المثال الصغير هذا انتيجر راح يكون عنوانه اي واحد. الرو راح تكون بغض النظر، راح نتركها لبعدين، نحن بنحددها. نعطي اضافة، نرجع نفوت على الجرافيك بيج نيو بيج. راح نضيف زر نسمي ستارت. الانبوت تبعون عند الاكشن ستارت تساوي الواحد. هذا التاج اللي عملناه نحن. طبعا فينا نفس الزر نعمله يشغل ويطفي بنفس الوقت من خلال تابع توجل ستارت مثلا. في نفس المبدأ هذا، في طفي وشغل، وفينا كمان بنفس الوقت نعمل كل زر لحاله. نفترض ستارت يساوي الواحد، وهنا نفس الزر كنترول، نسحب الزر مرة ثانية، يصير عندنا زر ثاني، نعطيه هنا يساوي الصفر، والأبيرنس تيكستي نعطيه ستوب. راح نضيف الأشياء اللي لازمتنا ضمن المشروع اللي هي زر الأون والأوف. من عند الستار تساوي الواحد. راح نضيف كمان خزان تانك. نختار هذا التاني، كبر شوي. راح نضيف شكل اللي هو راح يمثل لنا مستوى هذا الخزان. طبعا الخزان هذا نعطيه فيل باللون الأحمر. اوكي،
نرجع لهين، نجي على خاصية فعل يلي هي موضوع درسنا اليوم. رح نعطيه ليفل يلي هي ارتفاع مستوى. طبعا بالنسبة لهالموضوع هذا لازم ننتبه على شغلات specific range. هاي شغلة مهمة جدا جدا جدا، لازم نعطيه specific range أو special range لكل شيء، يعني هو من الزيرو للمية. بالعادة بيجي 32,000 أو ما يعادل ذلك. هالشيء هذا راح يخلي المعالج راح يضل يشتغل، ما راح يبين معك شيء بداية، لأنه راح يعد من الصفر ل 32,000، فراح ما يبين عندك أي مستوى بنوب تقريبا ل 400 500 لحتى يطلع المؤشر شيء بسيط لفوق. فلازم نحط من الصفر للمية فقط لا غير. نعطيه التاج اللي راح نشتغل عليه اللي هو الفعل. أوكي، طبعا مثل ما قلنا لكم قبل، فينا نشتغل عن طريق الاف اكس تابع نضيفه مباشر، وفينا نشتغل عن طريق السي كود. لحتى نضل متعودين على السي كود، نضل نشتغل بالسي كود، راح نشتغل عن طريق السي كود. راح ننشئ ملف جديد نسميه اي يكن function fill example. اوكي، اول شيء راح نبلش بشرط while واحد حلقة دائما ما في شرط مسبق، راح تضل شغالة دائما ما دام الشرط هذا متحقق اللي هو واحد، واكيد دائما شغالة. راح نحط شرط ضمن الحلقة، إذا كانت الـ start تساوي الواحد then تساوي لي الفعل تساوي فعل زائد واحد. نعطيه سليب، عفوا سليب لمدة 2 نقطة ثانية، 1 ثانية and تابع جدا سهل، ما في داعي للمشاكل هاي كلياتها، جدا جدا سهل. ثلاثة اند اند لل ثلاثة اند ل اند الشرط اند للوايل اند للفانكشن اللي عملناه. راح نحفظ الكود سيف از اكزامبل 2، نعطيه مثلا فيل اكزامبل 2. حفظنا، راح نجي على الزر هذا، ضمن هالزر هذا راح يكون عندنا تابع اللي هو فيل example 2 في إشارة التابع. إضافة لهالشي هذا فينا نحط نسبة مئوية لهالشغل هذا، يعني فينا نحطها مثلا هون. هاي خاصية text properties، فينا نعملها numeric. النمرك يظهر لنا شيء، يظهر لنا قيمة التاج الحالية الموجودة ضمن هالموضوع هذا عن طريق مين؟ عن طريق الفيل يلي هي راح نشوف شو وضع التاج هذا، راح يظهر لنا الأرقام تبعه. راح نشوف الشكل تبعه، الفورمات راح يكون بهالشكل هذا عشان ما يطلع لنا فواصل، بنفس الوقت الأبيرنس خليه ونعطي بول، وطبعا عفوا نعطي نص ثاني اللي هو النسبة المئوية، نفس الخصائص راح نعطيهم عشان تقام الطاقم حاليا. وهذا زر التشغيل او الانديكيتر تبع التشغيل، راح نعطيه كومبايل، راح نحفظ الصفحة ضمن اكزامبل 2 نسميها مثلا بيج 1. طبعا بالدروس الجاية ان شاء الله راح نشتغل بالاكوبمنت، لانه عنصر جدا مهم جدا في السايتكت، وبيريحنا كثير وما يسوي لنا اي مشاكل، وهو عباره انه بيريحك من كل مشاكل، بيريحك من كل شيء من ناحيه المواضيع هاي. عندنا خطا طلع، شوفوا اللي هو
خطأ في اسم المتابع، خطأ في اسم الاكزامبل. نرجع السيكول نشوف نتأكد من موجودة ولا لا. هذا هو، نشوف تابع كمان في الاكزامبل، ها هو خطأنا. نسينا نكتب الرقم 2 اللي هو موجود ضمن الموضوع هذا، نرجع نعدله ونشيل الرقم 2 عفوا. نرجع نعطيكم باي، نرجع للأكوبمنت. الأكوبمنت صراحة هو بيسهل لك الشغل، عبارة أنت بس تحط نوع التايب تبع الجهة العنصر اللي بدك تحطه، وهو ينشئ لك التاجز بحيث إنه مثلا إذا ضفت مضخة عبارة بس تضيف كلمة مضخة أو جهاز اسمه مضخة، أوتوماتيكيا بيضيف لك التاجات حسب ما أنت ضايفها بالمضخة اللي قبلها. فهمت علي؟ فبسهل لك الامور جدا جدا جدا. راح نشغل التاج، راح نشغل البروجكت حاليا ونشوف النتائج. شكرا كبير، كبير نشوف اخذ قيمة افتراضية. فينا نصفر القيمة هاي الافتراضية من خلال ضمن التابع، نصفر التاج اللي هو فيل، نصفره قبل ما نشتغل اي شيء. نشوفه، شوفوا النتائج صار يرتفع المنسوب. طبعا فينا نربط العمليات بعدة عمليات، فينا ناخذ الاشارة هاي من اشارات حساسات موجودة ضمن البي ال سي ونربطها مع هل العملية هاي، فيبين لنا المستوى السائل الموجود ضمن هالخزان او ضمن اي شيء ثاني موجود. من اعطيناه ستوب بوقف لانه كسرنا حال الحلقه او شرط الحلقه. هذا بالنسبه اليوم لدرسنا. انا راح اشتغل الدروس، راح اعطي من مميزات البرنامج، راح اشتغل كل ميزه ضمن البرنامج بحيث انه نجمع كل افكار البرنامج، وبعد ما نخلص افكار البرنامج نبلش نشتغل بمشروع متكامل. مشروع متكامل من حيث السيموليشن، بما انه ما في عندنا بي ال سي نوصله معه هاي، فراح يكون عندنا قسم سيموليشن اللي هو راح نعمل سيموليشن للحساسات اللي موجوده عندنا، مثلا حساس الحراره راح يكون قسم ضمن الصفحه خاص بالسيموليشن محاكاه. ففينا مثلا نعتبر انه هالقسم هذا هو البي ال سي، والاشارات اللي راح تطلع بالمشروع نتحكم فيها من القسم هذا، فبيطلع لنا مشروع متكامل. الدروس اللي بعدها ان شاء الله اذا الله كتب لنا عمر راح تكون سيموليشن مع برنامج بي ال سي ثاني خارج الستكس، كيف الاتصال بين الستكس وال برنامج البي ال سي عفوا، برنامج البي ال سي راح يكون اتصال عن طريق الشبكه. ومن ثم ان شاء الله، ان شاء الله اذا 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 كان في دعم اكثر، حسيت انه في مشتركين وفي نسب عاليه من المشاهدات، راح نصور مشروع متكامل على ارض الواقع باتصال مع بي ال سي، ومشاهدة الإشارات على أرض الواقع اللي تطلع من بي ال سي واللي تدخل على بي ال سي، مراقبتها عن طريق السيتنج. أشكركم على الاستماع، وإن شاء الله نشوفكم في المرة الجاية.